شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في احتفالية كبرى بمنطقة المنصة في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال حفل إطلاق المبادرة أكد مدبولي أن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان تعد تجسيدا لاهتمام الدولة بالعنصر البشري، حيث توجه مدبولي بخالص التهنئة وجزيل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة انطلاق المبادرة. خالص التهنئة وجزيل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة انطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. تلك المبادرة التي تعد تجسيداً لاهتمام الدولة بالعنصر البشري، وتأتي لإعلان بدء عقد اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان، ويسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات الحكومية في وقت واحد وبصورة تكاملية، وهو الأمر الذي سيسهم في رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين. وأدعو الشعب المصري بكل فئاته للتأمل في اسم المبادرة والذي لم يأتي بالمصادفة، حيث أن تكلفات السيد الرئيس تتمحور حول تقديم خدمات ومزايا تشعر المواطن المصري بأنه يعيش بداية جديدة في شتى مناحي الحياة. نحو 30 جهة تتعاون وتتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الأشمل والأعم، والذي يتمثل في تغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة المصرية إلى الأفضل في مختلف المجالات.